بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد آمين. 3 دقائق بالظبط نتكلم عن القراءات اليوم، مهمة جدا. سمعنا المزمور بيقول لأنه قد نظر إلى صلاة المساكين، والنهاردة سمعنا في السنكسار البشارة بتاع ميلاد من العذراء ليوقيم وحنة أبوي السيدة العذراء. النهاردة دور الصلاة مهمة جدا، دور الصلاة مهمة جدا. بنصلي بحرارة أكتر في الدقيقة، زي ما كان كده سمعنا في السنكسار كان يوقيم وحنة مداومين على الصلاة. طب عندهم عار، عندهم ضيقة، عندهم مشكلة، مداومين على الصلاة ليلا ونهارا. وبيقول السنكسار كده ان البشارة جت ليوقيم وهو في الجبل بيصلي. ونسمع طبعا لو نشوف كده كتاب مقدس سيد المسيح كان دايما بيختلف الجبل. ليه الجبل؟ عشان لوحده. الجبل فاضي، مفهوش زرع، مفيش سوق، مفهوش بيع، مفيش شراء، مفيش اشغالات كتير، فيروح الجبل يصلي. اللي قاله لنا السيد المسيح عايز تصلي ادخل مخدعك. فايامنا دي محتاجين صلاة، محتاجين صلاة كتير، مش عايزين نكسل عن الصلاة. كله يصلي، اباء، كهنة، شمامسة، شعب، كبار صغيرين، بس الصلاة مش في الخفاء. بولس الرسول قال ايه؟ اشكر الهي يسوع المسيح من جهة جميعكم لان ايمانكم ينادى به في كل العالم. وقول كيف بلا انقطاع اذكركم متضرعا كل حين في صلواتي. ادي بولس الرسول اهو بيقول انا بصلي، فمش غلط ان اصلي. والصلاة بتبان، الناس بتيجي بتشوف الكنيسة وتصلي، في البيت لازم اولادنا يشوفونا بنصلي، فلازم ينادى بالإيمان. أنا عندي إيمان هيظهر إزاي؟ في الصلاة وفي الطلبة بتاعتي، وهيبان إيماني لما ربنا يديني الطلبة بتاعتي، يبقى أنا صليت. لكن مش عايزين ننخدع ونكسل وتيجي فترات فيها نشاط وبعد كده ننزل تاني. عشان كده ساعات أحد القديسين أو بعض الآباء يقول ربنا ساعات ما بيستجبش للطلبة بتاعتنا بسرعة عشان نبطل صلاة. أنا أفضل أجري ورا ربنا وأطلب يوم اتنين وشهر واتنين وسنة واتنين عشان يديني الطلبة بتاعتي، وأول ما يديني الطلبة بتاعتي أبعد عن ربنا وأبطل صلاة. عشان كده القديسين الحقيقيين زي الأنبا بولا كده يقول من يهرب من الضيقة يهرب من الله. ولو في واحد قاعد من غير ضيقة ولا تجربة يقلق، يا رب أنا قلقان، ابعت لي دقيقة ولا تجربة عشان أفضل معاك وأشوفك في الدقيقة وفي التجربة. هو زكريا الملاك ظهر وجاب له البشارة إمتى؟ ما كان في الدقيقة وبيطلب من ربنا. فإحنا مش عايزين نبطل صلاة. في البيت نصلي ونيجي الكنيسة نصلي. ولازم الصلاة تبان ونشهد لربنا في الصلاة. ده حتى الكاثوليكون برضه بيتكلم عن الصلاة. بيقول إيه؟ لو حد عايز حكمة، لو في أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله، لكن يطلب بإيمان. يبقى لازم نقف قدام ربنا ونطلب من ربنا، نطلب من ربنا. فإحنا لازم نشهد لربنا، نشهد أول حاجة جوه البيت وسط أسرتي حواليا. في يشوع بن صراخ في آية حلوة قوي بتقول ثلاث، يعني 3 حاجات صرت بهن زينة أمام الله والناس. 3 حاجات حلوين بعملهم كنت جميل قدام ربنا. أول حاجة اتفاق الإخوة، اتفاق الإخوة. تاني حاجة محبة القريب. وتالت الحاجة المصافاة أو المصالحة، المصافاة بين المرأة ورجلها. يعني بالترتيب كده جوه البيتي في صلاة، أنا وأسرتي في صلاة. تاني حاجة محبة القريب، أنا وعيلتي قريب لما نجتمع نتكلم نجيب اسم ربنا. وتالت حاجة اتفاق الإخوة، نسمع عن سير القديسين لما يتجمعوا يتقابلوا مع بعض يعملوا إيه؟ أول حاجة يصلوا،
اول اجتماع نعمله في الكنيسه نيجي نجتمع بعض اخوه واخوات مع بعض نصلي، نروح في اي مكان نبتدي بصلاه. هي دي اللي ربنا بيجمعنا فيها. والاجتماع اتنين او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وصلهم في وسطهم. وبنقول في التسبيحه او في التماجيد يا ملك السلام اعطينا سلام اورون تتهريني عمانوئيل في وسطنا الان. امتى؟ وقت الصلاه. فربنا يبعت لك البشاره تفرحك، يبعت لك الطلبه اللي انت عايزها من ربنا وقت الصلاه. فكلنا نسبح ربنا ونصلي عشان نسمع زي ما قال داود في المزمور، لانه نظر الى صلاه المساكين وربنا استجاب لهم. ربنا اعطينا روح الصلاه، ما نبطلش صلاه ونشهد ربنا وبايماننا امام الناس وامام الله، ولربنا المجد دائما ابديا امين.